ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية الذي تبنت فيه توصية لضبط زواج القاصرات، وذلك بعد 6 شهور من تلقي مقدميها خطاب رسمي من اللجنة برفضها، مبررة أن الموضوع له بعد شرعي ومن اختصاص هيئة كبار العلماء. وعد أعضاء في مجلس الشورى عودة اللجنة لمناقشة التقرير تناقضاً بين الرفض والقبول لموضوع واحد، وخلال فترة وجيزة يعيد إلى الواجهة حسب مراقبين النقاش المتكرر عن اختلاف مواقف اللجان لجان المجلس في التعامل مع المقترحات باختلاف ورودها. وينضم لي هنا في الاستوديو الباحث الاجتماعي الأستاذ صالح التويجري، وبيلتحق فينا هاتفيا عضو مجلس الشورى الدكتور هادي اليامي. حياك الله أستاذ صالح. يا هلا والله. ودنا أول شيء قبل نتكلم نعرف وش زواج القاصرات، وش هم القاصرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية يعني نحمد الله على سلامة البطل مشعل النزي. وإذا أردنا أن نعرف القاصرة، هي التي لا تستطيع اتخاذ قرار لمصلحتها بشكل صحيح. أيوة. فبالتالي قد يعني يلجأ آخرون إلى القيام بذلك نيابة عنها. ليش ما حطيت عمر؟ العمر أنا في وجهة نظري، طبعا هناك كثير من الدول وضعت أكثر من عمر يعني، لكنه يعني في العمر أنا في رأيي أنه يختلف من مجتمع لمجتمع ومن بيئة لأخرى ومن زمان إلى زمان آخر، فهو ليس يعني جانبا شرعيا. أو أنت تقول إذا كانت طفلة، نعم، بغض النظر عن العمر تفكيرها تفكير طفل، نعم، ما تقدر تتخذ قرار أنه يجب هذه قاصر في مرحلة طفولة. الموضوع منتهي، لكنه فيما يعني أعلى مثلا لو نقول مثلا من 14 إلى 18 هذه تتفاوت، هناك من يقول مثلا 16، هناك من يقول 17، هناك من يقول 18 سنة يعني. برأيك لكنه يختلف باختلاف البيئة والمجتمع، يعني بنت في مجتمع يعني متعلم ومتعذر وكذا، في الغالب أن التنشئة لها تكون تهيئتها للبيت الزوجية أقل من مثلا البيئات اللي في قرية، اللي في قرية أو اللي تعتمد على الأسر الممتدة اللي يعيش الجد والابن والأحفاد وكذا في بيت واحد، كل واحد منهم يكتسب من الآخر سلوكيات غير الأسرة. طيب، النووية يعني. هل عندنا الآن احنا في زواج قاصرات موجود؟ يعني في ناس كل فترة نشوف في الجرائد كلام عن بنت صغيرة تزوجت واحد عمره كبير. نعم. هذا وش خطر؟ هناك أولا يعني الزواج الصغير الكبير هذا هو بحد ذاته خطر، حتى لو لم تكن صغيرة يعني كقاصر يعني. هنا يعني الاختلاف العمر وكذا، وهي في الغالب تكون عبارة عن صفقة يعني مقابل مبلغ مادي أو كذا، لكن القاصر هي قد يكون عامل الفقر والأمية له دور كبير جدا في هذا الجانب، ولا نستطيع أن ننكر يعني وجود بعض الحالات في مجتمعنا، وبالتالي تحتاج إلى نوع من الضبط، لكنها في يكون أحيانا عامل الفقر الأب يريد أن يتخلص يعني عنده مثلا 8 بنات ولا 6 بنات ولا 7 ولا 10 أو أقل أو أكثر، يريد أن يتخلص يعني واحدة طاحت بحسابها يعني أصبح هناك لها زوج وخرجت من المصاريف داخل الزوجة. هذا إذا استبعدنا أنه يكون الهدف صفقة وأنه يريد أيضا أن يكون لها مهر، وإن كنا كمسلمين يعني نؤمن بأن كل ما يدفع للمرأة فهو لها وليس للأب. لكن بعض الآباء يأخذون يعني. نعم. طيب، هذا بغير يعني وجه حق. الأضرار النفسية على البنت القاصر لما تتزوج وهي ما تعرف وش هو الزواج. نعم. وش الأضرار؟ هناك أضرار كثيرة جدا، إنه في الغالب إن مثل هذه الزيجات يعني تنتهي بالفشل والتشتت الأسرة، لأن الطفلة عندما يعني تنصدم بواقع خلاف ما كانت تتوقعه في يعني من قبل او ما ذكر لها من قبل والدها الذي يريد ان يتخلص منها مثلا، اذا احسننا الظن يعني يتخلص من مصاريفه وكذا بسبب عامل الفقر، فتنصدم بانها
يعني حياة لا غير قادرة على أنها ممكن تكره الزواج كله. نعم تكره كل جنس الرجال. آه صحيح. والسبب في ذلك هو أن يعني هذا الأمر لم يعطى لها بطريقة صحيحة وهي غير قادرة على أن تتخذ القرار. أنا معي عضو مجلس الشورى الدكتور هادي اليامي عشان نكمل النقاش مع مجلس الشورى نفسه. حياك الله دكتور هادي. حياك الله أخي العزيز وحيا ضيفك الكريم والمشاهدين. حياك الله. الناس يقولون في عشوائية في هذا القرار، رفض ثم تم إعادة النظر فيه، هل لأنه أنتم تنظرون لمن قدم وبعدين تناقشون، ولا أنه أصلا القضية أول ما عرفتوا لها وبعدين في الأخير رجعتوها، وش الفكرة؟ شكرا لك وشكرا يعني شفافيتك لهذا الموضوع. أكيد بصير شفاف. أحب أطمنك أن الحوار التفاعلي داخل قبة المجلس يقبل كل الآراء يعني مع أو ضد، ولذلك موضوع أنت أشرت في بداية حديثك أنه المجلس كان له رأي وتغير واللجنة يعني اللجنة عندما يحال لها أي موضوع تدرس بمهنية وبموضوعية وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. هذا جانب. الجانب الآخر هذا الموضوع بالذات، أنت قلت أنه كان لهم رأي وتغير رأيهم. لما تأتي توصية ضمن تقرير وزارة العدل مستقلة وجزئية من موضوع كبير يهم المجتمع، اللجنة ما تستعجل باتخاذ يعني قرار في جزئية وتترك الجزء الأهم. الجزئية اللي تكلمت عنها أنه توصية على موضوع حد أدنى لزواج القاصرة، هذه كانت توصية في تقرير وزارة العدل. واللجنة لديها مشروع متكامل يتعلق بضوابط يعني زواج الصغيرات أو القاصرات. هذا المشروع يتضم يعني عدة ضوابط تتكلم عن الحد الأعلى لزواج الصغيرات، ويتعلق بموضوع الضوابط وأهمية يعني يكون من خلال قاضي المحكمة الأحوال الشخصية ويكون له شروط تقرير طبي. ولذلك كانت اللجنة تحرص أن يكون التوصية تأتي منعكسة في المشروع الشامل الذي يعني ينظم موضوع الزواج الصغيرات. ولذلك بأكد على جانب معين، يعني اللجنة عندما درست هذا الموضوع انطلقت من جانب مهم، أن الضوابط يعني على زواج القاصرات هو تقييد لأمر مباح شرعا لتحقيق مصلحة شرعية عامة أعظم وأكبر. هذه المصلحة تخص الفئة المستهدفة وهن الفتيات في عمر دون 18 سنة، وكذلك الأسر وكذلك المجتمع أيضا بل الوطن بأكمله. فالتقييد لمصلحة الفتيات كان لكي يتم التأكد من استعدادهن للزواج وقدرتهن على تحمل أعباء وتبعات. هذه كان يعني منطلق اللجنة في دراسة الموضوع بجميع محاوره وليست بجزئية فقط. درستوا هالموضوع دكتور هادي؟ نعم درس الموضوع وقدم على المجلس، وتم يعني في المجلس الأسبوع الماضي حوار تفاعلي إيجابي واستمع لكل الآراء المتعلقة بهذا الموضوع، وأطمن أن كل المجلس كل يعني أعضاء المجلس تهمهم هذا الموضوع. طيب متى نسمع رأيا نهائيا في زواج القاصرات؟ بإذن الله اللجنة استمعت لآراء المجلس كل أعضاء المجلس وأخذنا كل المقترحات والآراء كل الآراء بكل فئات الأعضاء وكلهم أعضاء المجلس مع إيجاد الضوابط. لكن في بعض المقترحات يتكلمون عن حد أدنى، وناس يتكلمون عن حد أعلى، وناس يتكلمون عن إجراءات دقيقة ومعقدة، يعني في إجراءات كثيرة. ولذلك اللجنة تعكف الآن على دراسة أراء وجهة نظر المجلس، وإن شاء الله بإذن الله خلال الأسبوعين والثلاثة القادمة ستقدم اللجنة دراسة نهائية وتقدم للمجلس بإذن الله ويصوت عليها لمصلحة هذه الفئة التي تهمنا جميعا. إذن دكتور هادي أنت تنفي الحديث عن أنه بعض الأعضاء إذا رفعوا مقترحات أنه لأنه فلان ما يقبل الاقتراح، بس هذا أبغاك. لا 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 مع كل التقدير لكل الزملاء والزميلات، لا يمكن أنه يتعامل اللجنة أو أي لجنة في المجلس تتعامل مع أي موضوع يطرح لموضوع شخصي أبدا. ولذلك هذا المشروع أيضا الحكومة تتفق معنا ومع اللجنة ومع المجلس في أهمية إيجاد ضوابط، وردنا من الحكومة أيضا مشروع لضوابط معينة. ولذلك المنظومة كلها في المجلس والحكومة والمجتمع المدني نتفق جميعا بأهمية يعني إيجاد ضوابط تحمي هذه الفئة. شاكر لكم مقدر دكتور هادي اليامي، يعطيكم العافية على الجهد اللي قاعدين تسوونه، وأيضا النقاش الثري اللي قاعدين احنا نستفيد منه
كنا خارج المجلس، لكن نسمع منكم كلام دائما ايجابي الفتره الماضيه تحديدا. يعني انا شاكر لكم ومقدر. ارجع لك استاذ صالح، هلا. المطلوب من الجهات المختصه على مجلس الشورى، انت سمعت منهم قالوا لك انه احنا قاعدين ندرس وقاعدين نشتغل، خلال اسبوعين بيجيكم العلم. جميل. ايش المطلوب من هذه الجهات؟ لا شك اولا يعني الحقيقه يعني دراسه مجلس الشورى هي دراسه لمعرفه ضوابط المجتمع وواقع المجتمع، يعني اي اننا لن ناخذ يعني شيئا قد درس في دول اخرى. يعني صحيح. كل دوله لها خصائصها ولها طبيعتها معينه، ويعني جهد جميل جدا من الاخوان في المجلس بانهم يدرسون هذا الواقع. شو المطلوب في المطلوب انهم يعني الربط ما بين واقع المجتمع وطبيعه المجتمع وحياه المجتمع والكيفيه اللي يتم فيها التنفيذ، يعني انه ما يكون الجانب يعني على ورق، لانه قد يكون هناك يعني حالات في مناطق. وش ممكن نقول اللي يجون في الملكه، كاتب اللي جاي من وزاره العدل المملك، هالرجال شاف بنت قاصر، شو ممكن نقدر نقول له؟ وخصوصا انه الى الان ما في نظام. لا 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 هنا يعني يجب ان يتق الله سبحانه وتعالى بانه يعني يراعي، هو يرى انها او يعاملها على انها ابنته، يعني يجب ان على هذا الرجل من يقوم بعمليه عقد القران او عقد النكاح بين الطرفين ان يراعي الله سبحانه وتعالى فيما يعمل، وان يعتبر هذه البنت او هذه القاصر ابنه له. هل يرضى بمثل هذا الامر ان يقوم بهذا العمل؟ يعني هل يرى انه هذه الصغيرة تناسب للطرف الآخر، أو أن العوض اللي يستفيد منها الوزارة تراجع، ترى دائما العقود النكاح وأيضا توقع عقوبات على من يتجاوز في هذا. أنا في رأيي ليس فقط إيقاع عقوبات، إنه هذه يعني مثل هذه النوعية من لا يراعي مثل هذه الأمور أنه يشطب، وليس يعني مسألة عقوبة، لأنه قد يكون قد تلقى عوض معين. طبعا احنا نستبعد يعني إن شاء الله مثل هذا الشيء، ولكن إنه يعني إنه يجب أن تكون عقوبته الشطب النهائي في مثل هذه الحالة. احنا هالقضية ذات أبعاد كثيرة، ممكن بعد أسبوعين بعد ما المجلس الشورى يعني يناقش هالقضية نرجع نتكلم فيها من جديد. اخوي الاستاذ صالح راجح، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافيه، تشرفنا فيك. الله يسلمك. الله يحفظك. مع السلامه. حياك الله. هلا.